الوحدة. كلنا فاكرين ان اسلوب روكي ما يعرفوش الا القليل. كلنا بنفكر ان الوحدة بتكون هدوء وسكينة وبعد عن الناس واحساس راقي مع نسمة الهوى وسكون الليل. حد فكر انه اكتر وجع هو الوحدة؟ حد فكر ان الوحدة بتكون نتيجة طعنات الحياة؟ بتكون بسبب وجع القلب اللي بسببه نشف دموع العين. اربع جدران حواليك وسقف وشباك مفتوح وظلام وصوت همسات الجيران وصوت عصافير وضوء القمر داخلين من شباك. من عدم صوت تليفوني مفيش اتصال